درجة حرارية، نتحدث عن طقس بارد نوعا ما هنا بمدينة الساحلية، الحديد يمكن أن تكون دافئة، أن تكون أحسن على مستوى رقعة الميدان في حوار 90 دقيقة. الشق الأول 45 فيه محاولات وفيه بحث وفيه إمكانية من أجل الظهور بالمنظر الذي بإمكانه أن يبهج المناصرين. الرجاء المركز الثاني 24 نقطة، اللوسيس محاولة الوصول، بداية تكون بأقدام رجوية، محسن متولي والانطلاقة بصف، تعود مرة ثانية لتكون في اتجاه كوياتي، ينطلق كوياتي من الجهة اليمنى محاصر وفي آخر المطاف من جانب عناصر فريق اولمبيك كاسفي في الخط الامامي الانزال من خبا، خبا من يفعل، هي كره تصويبه ممتازه، تصويبه ممتازه البوصر من الخلف نحو الامام في اتجاه مجد، يمشي مجد يحاول يمر يدخل داخل منطقه الجزاء، تمريره لكن في غياب متمم من بناء العمليه الهجوميه ممتازه من جانب الرجاء، تمريره ممتازه داخل منطقه الجزاء ولكن محروس انه ينسل من الجهه اليمنى. كرة ممتازة، فرصة 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 رجوية من جديد، تصويبة ممتازة والحارس، الحارس في المكان المناسب والحارس يتمكن من إيقاف الكرة الماضية. مجيد مجيد مختار في المكان المناسب، نشوف هنا إزالة إيقاف الكرة مع الاستدارة مع التصويب. الرجاء يستقبل هنا عبد الله الحفيدي، كان صاحب الحضور القوي في موعدين اثنين، كرة أمامية محاولة ولكن تضيع، تعود من جديد متولي مع راسية غابت من خبا، صوب المرمى تعود مرة ثانية أرضية، دفاع الدفاع ينقذ الموقف والعرجون في المكان السليم. دائما الناشي يحاول الكرة في الخط الأمامي، خرجت الكرة يقول الحكم المساعد، ضاعت له الكرة الأخيرة، تعود من جديد يستحيصها محاولة الدخول، الحكم يقول العب ما فيهاش أي شيء، يستمر الأداء يستمر اللعب، تحضير للجهة اليمنى، فرصة فرصة فرصة، تصويبه الناجي في وضعية متلى ولكن القرار كان سريع من الميلاد عبد الغفور. محاولة مزايا، كرة في خابة، يمشي خابة، كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، تعود دمشق، تحديد زايا، تصويبة ممتازة والحارس في المكان المناسب، تصويبة قوية والحارس في المكان المناسب. المادي المادي زايا يغيروا مراكزهم ولكن يبحثون دائما، كرة رجوية ضائعة، تعود مرة ثانية لتكون لوسام محروس، يحصل على مخالف الحكم، يقول مخالف للأبيض اليوم لحضرة المحيط لأولمبيك سفي. هم الأسرع، كرة أمامية ممتازة، الإنزال، البحث عن كوياتي، تعود لزريدة يصوب لكن تقدير سيء للكرة الأخيرة، تقدير سيء للكرة الأخيرة اللي كان بإمكانه يستفد منها، يكون وجها لوجه مع الحارس بتصويب ضربة خطأ. كرة تلفت على مستوى الخط الأمامي مباشرة صوب الحارس أنس زنيتي، الحكم يقول هنالك مخالفة، الحارس يحصل على مخالفة. نعم، العديد من الفرق تصويبة مباشرة كما توقعت تماما، كما توقعت تماما، تصويبة مباشرة كادت أن تخلق الجديد في نتيجة مباراة اليوم، صوبها للظهور بصورة مرضية، كرة أمامية وكوياتي، يا كوياتي يا كوياتي، كانت عملية هجومية على مستوى الخط الأمامي والبحث من أجل إنهاء فريق الكوكب الرياضي مراكش الذي نتمنى له ان يقدم مشوارا طيبا فيما تبقى من منافسات القسم الثاني. وهذه العمليه الهجوميه، الكوكب الذي قدم نجوم كثر، هناك هل ياتي من خطا وبالتالي الغلطه بورطه، الغلطه بورطه، كره جانبيه راسيه، لقطه الهدف، المحاولة التي تأتي من المشاغب الذي شاغب من الجهة اليمنى أكثر من مرة، لوحده وحده وحده للطرفين للناديين، غير مرضية غير منصفة، كرة لمتولي لكوياتي، كرة الهدف، كرة مميزة، تعود متولي، أشمن حارس اليوم أمام هذه المحاولات العديدة المستمرة المتواصلة من جانب الرجاء، فعل ما فعل، صوب كرة التسلل الماضي، نعم، كرة من جديد لخابة، تصويبة ولكن مباشرة يقول الحكم القرار الماضي ضربة جزاء، القرار الماضي ضربة جزاء، هكذا يعلن رضوان جيد أمام الجميع في سماء ملعب المسيرة، يقول ضربة جزاء لصالح فريق اولمبيك كاسفي. شوفوا
يمشي بكرة، يمشي للكرة، يضعها في المرمى. جول الهدف الأول، الهدف الأول لأولمبيكوس في كل مباراة اليوم، 1-0 بالقدم. اسمه خاب الذي يضع الكرة في المرمى، اللي جاب ضربة جزاء، اللي اصطاد ضربة جزاء ولنفذها. ونشوف ردة الفعل الأخيرة من السليتي اللي كان يحاول ما يمكن أن يصد على شلاء، لكن هكذا دمشق يحاول يمر في خط الوسط يبحث عن الحلول. العرجون يرتكب خطا الحكم، يطلب تادية اللعب بعد الشيء ويوجه بطاقة صفراء، يوجه بطاقة صفراء، البطاقات النادرة في الترك. ويعطيه نزل كورتو، ممتاز، تمريرة رائعة، دخول سبول داخل منطقة الجزاء، اختارت ينطلق ياندو يبحث عن تمريرة داخل منطقة الجزاء في غياب المتابع مباشرة. يقول الحكم القرار الماضي ضربة جزاء، القرار الماضي ضربة جزاء. هكذا يعلن رضوان جيد أمام الجميع في سماء ملعب المسيرة، يقول ضربة جزاء لصالح فريق أولمبيكاس. نشوف يمشي بكرة، يمشي للكرة، يضعها في المرمى. جول الهدف الأول، الهدف الأول لأولمبيكاس في كل مباراة اليوم، 1-0 بالقدم. اسمه خاب الذي يضع الكرة في المرمى، اللي جاب ضربة جزاء، اللي اصطاد ضربة جزاء ولنفذها. ونشوف ردة الفعل الأخيرة من السليتي اللي كان يحاول ما يمكن أن يصد على شلاء، لكن هكذا دمشق يحاول يمر في خط الوسط يبحث عن الحلول. العرجون يرتكب خطا الحكم، يطلب تادية اللعب بعد الشيء ويوجه بطاقة صفراء. ترك مهاجم الرجاء الرياضي محمود بن حليب انطباعا جيدا لدى مدرب الفريق مارك فيلموتس عقب تسجيله لهدف الانتصار في مباراة الفريق أمام شباب المحمدية التي جرت أول أمس الجمعة برسم الجولة 11 من البطولة الوطنية. فيلموتس ارتاح لأداء بن حليب في المباراة، مشيرا إلى أن المدرب سيعتمد كثيرا على اللاعب في قادم المباريات، ما يجعل خيار بيعه في الميركاتو الشتوي مستبعدا. وتابع أن البلجيكي لا يفكر في الاستغناء عن بن حليب، في حين أبلغ المكتب المسير للفريق بضرورة التعاقد مع مهاجمين إضافيين، ويفضل أن يكون أحدهما أجنبي. ويقبل فيلموتس على مباراته الثانية كمدرب للرجاء الرياضي، والتي ستقام بعد غد الثلاثاء أمام أولمبيك أسفي لحساب الجولة 12 من البطولة الوطنية.